احنا تو في مسرح بلدي مباشره قبل عرض المكي وزكيه للامين نهدي، باش ندخلوا نعملوا ليه طله. زكيه يا زكيه اسمك بشارع بالتواريخ الزمنيه، وجهك عصفور ركز على كفي وحويناتك زويتي نهد ما داخلتش التعاضديه. مرحبا اهلا وسهلا. هذوما الاجواء قبل العرض، قبل العرض مكي وزكيه ان شاء الله في المسرح البلدي. طبعا كما تعرف هذا العرض نجم نقول الثاني بالنسبه للمكي وزكية بعد 20 سنه. قدم العرض في باتاكنا باقبال جماهير كبير ياسر ياسر الحمد لله، وكان ان ديفي بورنو لانه الناحيه الرمزيه كما تعرفوا الباتاكلان كي صارت فيها كل مشكله، احنا جبنا له المسرح والضحكه، العباد بداوا يدخلوا ديجا للقاعه وانا نحضر في روحي باش ندخل. باهي سمعنا اللي عندك عرض في هوليود ان شاء الله نهار 16 مارس في قاعة حلوة برشا في لوس أنجلوس اسمها هوليوود امبروف. احكي لنا عليها. يس فيري جود فيري جود فيري جود. احكي لنا عليها. هذه أول تجربة، يعني أول عرض لي مش تونسي، لعربي وهذا فخر لينا معناتها كيف نمشيو احنا لهوليوود، فخر كبير ياسر. أول مسرحية عربية تدخل للفضاء هذايا اللي هو من أحسن فضاءات في هوليوود. فضاء هذايا معناتها كانوا على ركحه ممثلين كبار ياسر ياسر، معناتها مسرحيين وسينمائيين، نذكر منهم جيم كيري، روبين ويليامز الممثل العظيم هذاك الله يرحمه، وعندنا ادي ميرفي محلاه زادك الممثل هذاك اللي اقنع الجماهير، وغيرهم الممثل هذيك سميلي وليد ماريل ستريب. ماريل ستريب محلاه الممثل هذيك راهي متحصلة على الجوائز بتاع الدنيا كلها راهو. هذيك زاد طلعت على الركح هذاك. ان شاء الله باش يكونوا نهار 16 مارس بحذاكم، نطلب من التوانسه الكل باش يلموا بعض نهار 16 مارس، لا 17 16 مارس باش يكون عرض ممتاز. التوانسه الكل يلموا بعضهم باش نعملوا ضحكه تاع شنو تاع شيخه اللي مش ماهوش باش يحضر راهو باش يفلت صهريه ممتعه، صهريه اكسترا اوردينار. يجاو باعداد غفيره رغم انتم شويه مش برشا، ولكن انتم بارك الله عليكم تشجعوا المسرح وتحبوا المسرح وتحبوا الضحكه التونسيه طبعا. باي. جست باش نتذكر بركة اللي العرض هذا منظمته هوليوود جلوبال هوليوود. Thank you.
كما عرف المسرحية المكة الزكية يوم 16 مارس في هوليوود. وعندنا عرض آخر الفانسي التابعين البتا كرام أكلم فيها كذا أحمد خلانا فرحة والضحكة والمسرح والثقافة.